تمام، شكرا، تقدر تروح. سلامة قلبك ست فتون. ليش تدخلت؟ ليش ما تركتني اقتله؟ معقول ما اتدخل يا ست فتون؟ اللي ساويتيه أبدا ما كان صح. جنيتي ست فتون؟ ما عم بقدر اتحمل أكتر من هيك، ما عم بقدر بنوب. طيب ما فكرتي بمصلحة ابنك كرام وشو ممكن يصير فيه؟ انت اللي عم تقول هذا الحكي. ليش انت فكرت بمصلحة ابني؟ مو انت يلي قلعته من الكلية؟ لو ما قلعته من غير سبب برأيك كان رح يوقع بفخ جلال؟ ليكي هذاك شي وهذا شي. اسمعي، رح اعتبر حالي ما شفت شي، ونحن ما التقينا اليوم ولا حكينا. افتح أدنيك منيح واسمعني. ما صار أي شي اليوم لأنك طلعت بوشي، بس بكرة بيصير، وإذا ما صار بكرة بعد بكرة، ولو بعد 100 سنة، أنا رح أقتله لهذا الحقير. رح أقتله مشان ابني كرم، ما ضل عندي أي حل تاني. أنت هلأ متوترة شوي، عادي اهدي روقي أعصابك. ما حدا رح يقدر يمنعني أني أقتله. أنا تعبت، ما بقدر شوف ابني عم بيوقع بمصيبة كل يوم. ربيته وكبرته رغم كل الظروف اللي كنا عايشين فيها وطلع نظيف. دمروه، ما حدا رح يخليني اتراجع عن قراري، ما حدا. هيك لكان ما رح تتراجعي وهيك وناوية انك تخلصي منه، صحيح؟ انا قلت اللي عندي وانت سمعتني. طيب ماشي، عادي بدي احكي معك. مليت من الحكي الفاضي يا حضرة المدير، اخذت قراري وما رح اتراجع. طيب ما تتراجعي، بس اسمعي شو عندي حكي. ست فتون، حقيقة انه ابنك كرم ما بيشتغل مع المافيا ابدا. انت شو عم بتقول؟ ابنك لساته شرطي شريف وعلى رأس عمله كمان، لهيك بدي اطمني بالك. كرم عنده مهمة صعبة، وصدقيني عم يعمل كل شي بيقدر عليه مشان تنجح المهمة. انت شو هذا اللي عم تحكي؟ لا تخافي، كرم ما تقلع من كلية الشرطة. كرم لساته شرطي. ما تقلع من الكلية، بس هو رفع سلاحه بوشك ودخل على السجن. نحن عملنا هالتمثيلية ليدخل كرم بقلب عصابة جلال. ابني كرم لساته شرطي، أنا ما عم صدق. انتي بتكرهي لجلال مو هيك؟ ما بتتخيل قديش. ايه بس كرم على فكرة بيكرهه أكتر منك. قولي لي، حابة تدمري جلال وعصابته؟ حابة تشوفيه عم يدفع تمن اللي عمله بعيلتك وبكل العالم البريئة؟ ايه كتير. كرم حابب يدمره أكتر منك. ابنك كرم قبل ينفذ هالمهمة بس مشان ياخذ لك حقك وحق أخوه. ما بتقدري تتخيلي شو عم يعاني بس منشان جلال ينال العقاب اللي بيستحقه. انتي مفكرتيه مجرم عم يتحمل تفكيركم بس منشان مصلحتكم. ما كنت بعرف، ظلمته واتهمته انه صار قاسي مثل ابوه. انا ظلمته لابني كتير، ماني فهمان ليش ما حكى لي شي، ليش ما دافع عن حاله. لأنه كان عم يفكر بمصلحتك وما بده إياك تخافي. لو
سامحني سامحني. ومشان هالسبب ممنوع تجني وتنفعني مرة تانية يا ست فتون. ومشان المجرم جلال ينال عقابه ابنك حاطت روحه على كفه وقرر يمشي بهالطريق الصعب. انت لا تتدخلي بهالقصة. شو تمام؟ تمام.